أضافت جامعة البحرين إنجازاً عالمياً جديداً إلى قائمة إنجازاتها العلمية والتقنية في المسابقات العالمية، وذلك بعد إعلان فوز فريق طلبة الجامعة الذي يمثل مملكة البحرين بالمركز الثالث على مستوى العالم في نهائيات مسابقة شركة هواوي 2017 لمهارات تقنية المعلومات والاتصالات الموجهة إلى طلبة الجامعات لتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط في جمهورية الصين الشعبية. كما فازت الجامعة بجائزة هواوي للتميز الأكاديمي في الشرق الأوسط، ونال رئيس قسم نظم المعلومات في جامعة البحرين الدكتور مازن محمد علي جائزة أفضل مشرف من بين الفرق المشاركة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور مازن محمد علي رئيس قسم نظم المعلومات في جامعة البحرين والحائز على جائزة المشرف المتميز من بين الفرق المشاركة في مسابقة هواوي 2017. في البداية مساء الخير، نهنئكم بهذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يضاف إلى سجل مملكة البحرين في هذا المجال الهام. في البداية لو تحدثنا عن طبيعة مسابقة هواوي وعن فوزكم بجائزة المشرف المتميز في هذه المنافسات الدولية. السلام عليكم وشكرا على الاستضافة في هذا البرنامج. طبعا مسابقة هواوي لمهارات تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط هي مسابقة عالمية تهدف إلى قياس مهارات الطلبة في إعداد وتوفير أفضل الحلول لشبكات الحاسب الآلي. فيقيس الامتحان إمكانية وقدرات الطالب في بروتوكول الإنترنت وأمن المعلومات وتحويل وتوجيه شبكات. في البداية أحب أن أقول أني أفتخر أني مثلت مملكة البحرين وجامعة البحرين في هذه المسابقة العالمية. نعم. فالتقدير الحقيقي يعود للطلبة محمد ياسين وأحمد سامر ودعاء عامر. إحنا دورنا الأساسي كمشرفين هو الاهتمام بالطلبة وإعدادهم للمسابقة والاهتمام باحتياجاتهم. إحنا ما سوينا إلا واجبنا، والفوز الحقيقي هو فوز الطلبة. نعم دكتور مازن، يعني لو تحدثنا عن المشاركة البحرينية في هذه المسابقة وكم عدد المتسابقين المشاركين من الطلبة والجامعات الأخرى أيضا؟ هو الاعداد الكلي للمسجلين في المسابقه حوالي 10285 طالب من 21 جامعه و10 دول. نعم 121 جامعه سامح. فاذا قسم الى ثلاث مراحل، اول مرحله تمهيديه كانوا فيها تقريبا 4133 طالب من 21 جامعه ومن 10 دول. المرحلة الثانية هو المسابقة المحلية النهائية، شارك فيها تقريبا 330 متسابقا في الشرق الأوسط. طبعا في البحرين شارك 120 متسابقا من جامعات المملكة. نعم. فمنهم تقريبا فازوا ثلاث طلبة من جامعة البحرين وتأهلوا للنهائيات، مثلوا مثل مملكة البحرين في الجولة النهائية لمسابقة الصين. فشارك في المرحلة النهائية 39 متسابقا من 10 دول. والامتحان كان 10% نظري و 90% عملي من خلال التطبيق على أجهزة هواوي. نعم. فالامتحان كان تقريبا 7 ساعات، نص ساعة حق النظري و 6.5 ساعات حق العملي، فكان ماراثون. نعم. ففي النهاية فازت لبنان في المركز الأول، باكستان بالمركز الثاني، وفازت البحرين بالمركز الثالث. نعم الدكتور مازن محمد علي رئيس قسم نظم المعلومات بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لك ونهنئكم مرة أخرى بهذا الإنجاز الكبير.